بسم الله الرحمن الرحيم. حتكون محاضرة اليوم إن شاء الله عن الـ Intelligent Agents. طبعا حتكون تقريبا الـ Outlines اللي حنتكلم فيها، يعني معظم الـ Contents هذه إن شاء الله اللي هي الـ Agent and Environments، Rationality، مفهوم الـ Rationality. عندنا 4 محددات للأداء برضو حنتكلم عنها إن شاء الله: Environment Types والـ Agent Types. بداية، إيش هو الإيجنت؟ الإيجنت زي ما حكينا قبل هيك هو عبارة عن عامل أو معامل، ممكن نسميه يعني باختصار شديد. بنتخيل أي سوفت وير إحنا بنعمله كذكاء صناعي أو كتطبيق ذكاء صناعي، هذا السوفت وير ممكن أسميه إيجنت. تمام؟ طبعا الإيجنتس عندي أكثر من نوع، إيجنتس معاملات زي ما حنشوف الآن. أول حاجة هنا بس الإيجنت هو anything، أي شيء that can be viewed as perceiving. perceiving يعني استقبال، يعني هو عبارة عن أي شيء بيستقبل مدخلات من الـ environment اللي حواليه. شو يعني environment؟ البيئة اللي حواليه. إذا بيستقبل مدخلات من البيئة المحيطة من خلال إيش؟ sensors. أكيد أنا عشان بدي يعني أقرأ مدخلات معينة من حولي أكيد هحتاج sensors، مجسات أو حساسات. طيب ليش انا استقبلت المدخلات هذه؟ بغرض ايش؟ بغرض اني اعمل actions، اعمل تنفيذ لحركات معينه، لاجراءات معينه. هذه الاجراءات طبعا كلها معتمده على المجسات اللي استقبلت من البيئه مدخلات معينه، بناء على المدخل انا بشتغل. تمام؟ طيب كيف انا الشغل حيكون؟ الاكشنز هذه من خلال ايش حتكون؟ يعني كيف انا حنفذ شغلي؟ لازم يكون في عندي حاجة اسمها actuators اللي هي المحركات. تمام؟ إذا عندي إيش؟ 4، خلينا نقول 4 قواعد أساسية أو 4 أركان أساسية لأي agent. لازم يقرأ من الـ environment من خلال sensors عشان يعمل actions بناء على أو من خلال الـ actuators اللي هي المحركات. تمام؟ ناخذ هيك مثال سريع. human agent، هيومن يعني عندي هيك معامل او عامل بشري. احنا الان بالنسبه لنا السنسورز، احنا كبشر السنسورز المجسات اللي من خلالها انا بستقبل المدخلات من البيئه المحيطه، عندنا الايز، الايرز، والاذر اورجنز، باقي الاعضاء طبعا الجسم، كلها تعتبر عباره عن مجسات. يعني انا استقبل بالاعين من خلال الاذن الى اخره، بستقبل مدخلات معينه بناء عليها انا بتحرك. تمام؟ يعني شفت خطر امامي اكيد حتحرك يمين او يسار او الى اخره. فالمحركات اللي عندنا زي ايش؟ عندنا الهاندز، ليجز، الماوث، اند اذر بودي بارتس فور اكتويترز. اذا هذا باختصار هيك مثال بس توضيحي لمفهوم الايجنت اذا كان هيومن ايجنت. طبعا في المقابل في عندي برضه روبوتيك ايجنت اللي هو عباره عن معاملات او عمال، خلينا نسميه اللي هو العامل غير البشري اللي هو روبوتيك. احنا كنا عارفين ان الروبوت اللي هو الانسان الالي او الرجل الالي او الاله او الماكينه بشكل عام. اي روبوتيك اكيد في عنده برضه سنسورز، عنده اكتويترز، بيستقبل عن طريق السنسورز هذه مدخلات وبناء عليها بيحرك الاكتويترز تبعونه. زي ايش مثلا؟ الكاميرز. احنا ما بنحط كاميرا في مقدمه سياره او في مثلا مقدمه اله معينه، بيكون هدفنا من الكاميرا هذه انها شو بتستقبل مدخلات معينه او صور معينه او اشارات محدده، بناء عليها بتعمل شغلها حسب هي شو بدها تشتغل. اذا الكاميرا عباره عن سنسور يا جماعه. ايش المحرك تبعنا بالنسبه للروبوتيك ايجنت؟ اللي هي الموتورز. في قطعه هاردوير اسمها موتور. الموتور هذه عباره عن قطعه عاديه بتشتغل بالبطاريه او وات ايفر، وتتحرك بشكل دائري، بشكل فورورد او باكورد حسب احنا شو المطلوب منها. هذه الموتورز طبعا برضو اللي بيشغلها عباره عن اشارات من السنسور، تاخذ اشاره من السنسور وتتحرك بناء على اللي هي اشاره معينه. اذا الموتور هو الاكتويتر في هذه الحاله. هذه بس كانت امثله توضيحيه عشان بس نقرب لديهن شو يعني ايجنت، وايش يعني سنسورز، وايش يعني اكتويترز. الايجنت كمان اللي احنا طبعا معنيين فيه الان اللي هو الايجنت مايت بي ا سوفت وير، يعني هو ممكن يكون الايجنت مش الكلام هذا كله، لا ممكن يكون عباره عن سوفت وير. سوفت وير ولكن برضه في عنده سنسورز وعنده اكتويترز، يعني خلي بالنا انه سوفت وير حيكون شامل كامل لهذه العوامل كلها
عشان يكون اسمه ايجنت، وكيف نحوله لانتليجنت ايجنت. الايجنت طبعا بالعربي زي ما هو كاتب يسمى عامل. هاي عندنا مثال عن ايجنت، تمام، عبارة عن روبوت. لو افترضنا انه هذه هي السنسورز تبعته، عن طريق السنسورز بده يستقبل بيرسبت، يستقبل المدخلات من البيئة المحيطة حواليه، تمام، وبناء عليها طبعا بيكون في برنامج جوا البرنامج هذا هو اللي بيحدد بناء على الإشارة الفلانية أو بناء على المدخل الفلاني هتتحرك الأكشن كذا وكذا، تمام. فإذا عن طريق السنسور بيستقبل مدخلات وبناء عليها بروح بيعطيني أكشن، تمام. الأكشن هذا طبعا هيتحرك من خلال زي ما تشوفين من خلال الأكسوميترز، هيك بس مثال بسيط يعني. لو افترضنا انه هذا روبوت الايجنت فانكشن، اي ايجنت عشان افكر، قبل ما افكر فيه كيف انا بدي ابرمجه، انا هدفي الاساسي اني الاقي فانكشن داله، الداله هذه تحول لي المدخلات الى مخرجات. اي داله انتم عارفين بتاخذ انبوت وبتعطيني اوتبوت، ولكن مش اي انبوت اطلع له اي اوتبوت، لا، الهدف الان انه انا هذه الفانكشن الاقيها بحيث تعطيني افضل اداء ممكن. هذا المقصود بالكلام هذا اللي انا مش هشرحه يعني رياضي، اللي هي فانكشن لو اخذت مدخلات تعطيني اكشن معين. بس ببساطه الفانكشن هذه مش اي فانكشن لازم اختارها، لازم انا يعني اختبر اكثر من فانكشن، اكثر واحده فيهم تعطيني افضل نسبه اداء بالنسبه طبعا البيئه وبالنسبه للسنسورز والاكتويترز اللي عندي، ساعتها انا بقول هذه هي الفانكشن اللي انا بدي اطبقها. طيب في عندي ايجنت بروجرام. الايجنت بروجرام زي ما حكينا هو عباره عن سوفت وير بيكون طبعا تحمل على الايجنت هاردوير نفسه على الفيزيكال اركيتكتشر، بحيث انه ايش يعطيني؟ يعطيني بناء على بيرسبت معين يعطيني اكشن معين. فالايجنت يا جماعه هنا بقولنا هو عباره عن مزيج من شغلتين، اركيتكتشر يعني في عندي هاردوير زائد بروجرام اللي هو السوفت وير اللي حنبرمج فيه الايجنت نفسه. هيك بيكون عندي صار ايجنت متكامل. المثال اللي يعني المشهور تقريبا في كل الكتب بيحكوا عنه اللي هو الفاكيوم كلينر. الفاكيوم كلينر هي عبارة عن الآلة اللي بتاعت شفط الأوساخ، هي يعني المكنسة الكهربائية بشكل مختصر. الآن هذه لو أنا بدي إياها تكون تشتغل بشكل ذكي، إذا تفوت على غرفة تمشي عليهم بلاطة بلاطة، تمام، وتشوف وين في بلاطة مش نظيفة تبدأ تعمل عملية الشفط. بعد يكون تتحرك يمين يسار الامام الى الخلف حسب هي ايش مبرمجه. فببساطه بحكي لها لو انا بدي اخذ ايش هي البيرسبتس، يعني شو المدخلات اللي حتستقبلها هذه الاله، حتكون اللوكيشن والكونتنت. يعني لوكيشن يعني انا وين اروح الان، لازم هذا يكون مدخل. انا بدي احكي لها مثلا عبر ريموت او عبر يعني سنسور معين انه خدي هي روحي على اللوكيشن الفلاني على الموقع الفلاني، ابدأ الآن شوفي الكونتنت تبعته، المحتويات تبعته، هل هو نظيف ولا مش نظيف، وبناء عليه تعمل الأكشنز اللي أنت مبرمجة عليها. حتروحي يا ليفت يا رايت، يا حتعملي عملية سك اللي هي شفط، أو ما تعمليش ولا حاجة إذا كان خلصتي شغلك، يعني المكان صار كله نظيف فأنت هيك خلاص خلصتي شغلك، تمام. هنا معطيني طبعا مجموعة من المدخلات اللي ممكن تستقبلها هذه المكنسة عن طريق السنسورز زي ما حكينا، وايش الاكشن ممكن تعمل. هذا الكلام يا جماعه مش يعني مش هي لحالها حتفكر فيه وتعمل، لا، هي مبرمجه انها تعمل الكلام هذا، فهي بس حتطبقه فعليا لوحدها بناء على الكلام اللي احنا مبرمجينه. مثلا احنا لو مبرمجين روحي على اللي هو على البلاطه رقم A مثلا وشوفيها، اذا كانت كلين اذا روحي رايت، امشي على ناحيه اليمين انه في بلاطه ثانيه جنبها. الان لا، اذا كانت البلاطه نفسها ايه، اذا كانت ديرتي في عليها اوساخ اذا اعمل عمليه شفط. طب رحتي على بي، بي اذا كانت كلين روحي ليفت على اليسار لو كان في بلاطه ثانيه، وهكذا. طبعا في عندي برضه اكثر من طريقه اللي هو استقبال المدخلات، يعني ممكن انا اعطيها بلاطة أول حاجة، بعدين أصير أطلع على أكثر من بلاطة مع بعض عشان ما أرجعهاش مرة تانية على المكان نفسه. هذا الكلام مش هنخوض فيه كتير، يعني إحنا باختصار بس بدنا نفهم إنه أي آلة ممكن أنا أو سوفت وير ممكن أنا أبرمجه
لازم أكون ماخذ في احتياطي إن أنا بدي أعطي مجموعة من الانبوتس وأعطي مجموعة من الأكشنز اللي هي تمثل الأوتبوت، لكن بالنتيجة ممكن هذا الجدول ما يعطينيش أفضل أداء، ممكن أنا أعمل جدول تاني يكون بعطيني أداء أفضل. فلازم أثناء الليرنينج وأثناء اللي هو التعلم والبرمجة لازم نكون بنجرب نعمل تيستينج لأكثر من طريقة في الإدخال والإخراج لحد ما أوصل لأفضل أداء بالنسبة لآلة معينة أو برنامج معين. هذا كان بالنسبة لتعريف الإيجنت بشكل عام. الآن إحنا بدنا نفهم إيش يعني ريشناليتي. ريشناليتي هي التفكير بعقلانية أو منطقية، اللي هي أهم مفهوم في الذكاء الصناعي. إيش يعني التفكير بعقلانية أو منطقية؟ بحكي لنا هنا إنه أي إيجنت لازم يقاتل حتى يعني يعمل the right thing. شو يعني right thing؟ الشيء الصحيح. طب أنا كيف أحكم إنه هذا الأكشن هو الأكشن الصحيح؟ بحكي لنا إنه الأكشن الصحيح هو الأكشن that will cause the agent to be most successful. إيش يعني most successful؟ يعني يعطيني أفضل نسبة نجاح. إذا أنا بحكم على أكشن معين إنه هو هذا الأكشن الصح إذا كان بيعطيني أفضل نسبة نجاح زي ما حكينا قبل شوية. طبعا بناء على إيش الأكشن هذا حياخده أو حينفذه؟ بناء على الـ perceiving، استقبال بيانات أو مدخلات معينة من البيئة المحيطة فيه. طيب performance measure اللي هو قياس الأداء. إيش يعني قياس الأداء؟ هو عبارة عن objective، هدف، هدف معيار للهدف. طبعا هذا الهدف إيش بده يقيس؟ بده يقيس نسبة النجاح، نجاح الإيجنت behavior، سلوك الإيجنت هذا اللي إحنا برمجناه وخلصناه. كيف أنا ممكن أقيس أداءه؟ بقيس نسبة النجاح تبعته. كل ما كانت نسبة النجاح تبعته هذه أفضل، كل ما كان الإيجنت هذا بيشتغل بشكل أفضل، وبالتالي البرفورمانس ميجر تبعته أو قياس الأداء بتكون ذا بيست. إذا أنا هدفي إني أزيد البرفورمانس ميجر. تمام. طيب مثلا معطيني هنا مثال performance measure of a vacuum cleaner اللي هي الآلة اللي حكينا عنها قبل شوية، الـ vacuum cleaner. كيف أنا أحكم إن هي الآن أو كيف بدي أقيس أدائها؟ أدائها يا جماعة هنا الإيجنت تبع الـ vacuum cleaner بنقدر إحنا نقيس أدائه من خلال كمية الديرت اللي تم تنظيفها، كمية الوقت اللي تم استهلاكه، كمية الكهرباء اللي تم استهلاكها برضه. وأيضا شغلة مهمة، يعني في ناس ممكن زبائن تقول أنا بدي مكنسة تكون ماشي بتنظف تمام، بتكون ما بتاخدش وقت كتير، تستهلكش كهرباء كتير، لكن كمان بديش يكون لها صوت عالي كتير، ما تكونش مزعجة. ممكن يكون في محددات كمان للأداء، ممكن حسب إحنا. أنتوا عارفين إنه في تحليل النظم لأي نظام معين، عشان نعمل نظام مرضي للزبائن لازم بالأول نقعد مع هدول الزبائن الستيك هولدرز والناس اللي حوالينا عشان نفهم ايش افضل اداء احنا ممكن نوصل له. ممكن تكون احنا رايحه عن بالنا شغله من هذه الشغلات، فبالتالي اصمم واتعب واعمل جهاز او سوفت وير، وفي الاخر عشان شغله كثير بسيطه يتم رفضها من الزبائن. تمام، عشان اللون مثلا، يعني شوف لوين اللي ممكن توصل، ممكن اللون يكون مش عاجبه، خلص هيك حخسر انا كل الشغل اللي اشتغلته. فمن البدايه لازم نكون عارفين وحاطين قدام عينينا شو البرفورمانس ميجر المطلوب منا علشان نوصل لأفضل أداء. تمام. إيش يعني rational agent اللي هو الإيجنت العقلاني أو المنطقي؟ بحكي لنا هنا إنه الإيجنت هذا بناء على، زي ما حكينا قبل هيك، الإيجنت هذا بناء على أي sequence. إيش يعني sequence؟ سلسلة من المدخلات اللي بيستقبلها لازم يعمل selection، اختيار لأفضل action. هذا الاكشن شرط انه يعطيني الماكسيمم بيرفورمانس. بس باختصار، اذا انا متى بصير ريشنال ايجنت او متى بقدر اصمم ريشنال ايجنت؟ اذا ضمنت انه هذا الايجنت اذا استقبل زي ما قلنا سلسله من المدخلات يعطيني افضل اداء. طبعا الايجنت هذا يا جماعه لازم يكون في عنده بيلت ان نوليدج. اوكي، بيلت ان نوليدج يعني من البدايه بده يكون عنده معرفه، أساس سابق للشيء اللي بده يعمله، يعني هو إيش وظيفته، طيب إيش أفضل أكشن ممكن يعمله لو صار معاه كذا وكذا. هذه الأمور طبعا لازم إحنا نبني على نولج بالأول، بعدين أصير أبني على طب لو استقبلت كذا إيش ممكن أعمل. ف يعني هذا الكلام إن شاء الله حيبين معنا خلال الفصل.
انه الايجنت بيكون عنده شغلتين، اول حاجه نولج، ثاني حاجه استقبال لمدخلات، وبناء عليها يعطيني اكشن معين. طبعا الاكشن هذا حيكون بناء برضه او مساعده النولج اللي احنا حكينا فيها. طيب هنا بس معطيني ملاحظه انه الريشناليتي العقلانيه تختلف تماما عن الاومني ساينس. اومني ساينس اللي هي المعرفه الكليه، يعني علم شامل. طبعا مستحيل نقدر نعمل ايجنت تمام يكون شامل كامل في كل المعرفه الاساسيه من البدايه، لانه احنا مش ضامنين الانفايرمنت او البيئه اللي حوالينا كيف ممكن تتغير، كيف ممكن يستقبل. يعني ممكن هو ينظف بلاطه وبعد شوي ترجع تتوسخ نفس البلاطه بعد ما نظفها، فهذه طبعا متغيرات انا ما بتحكم فيها. بالتالي انا ما بقدر اعمل ريشنال ايجنت من البدايه يكون عنده علم شامل تمام باللي بده يعمل، لا بده يكون عنده نسبه من العلم تمام، ولكن برضه قادر على استقبال معلومات او بيانات جديده ويتعامل معها بناء على المتغيرات الموجوده. هذه بنسميها عقلانيه ريشناليتي تمام. زي ما حكينا الايجنت كان بيرفورم اكشنز ان اوردر تو موديفاي فيوتشر بيرسبتس، يعني زي ما حكينا الايجنت العامل لازم يكون قادر على استقبال اي بيرسبتس اللي هي المدخلات، يعني بحيث انه يعمل لي الاكشنز المناسبه. يعني دائما بده يكون في عنده زي ما قلنا طريقه للانفورميشن جاذرينج، يعني ايش؟ تجميع المعلومات، يعني سنسورز. من الاخر بده يكون دائما عنده سنسورز يستقبل فيها بيانات متغيره بحيث انه يعطيني اكشنز محدده، ولازم يكون عنده القابليه للليرن تمام؟ ليرن يعني تعلم، اذا طول ما هو شغال بده يكون قادر على التعلم. يعني قد انا اعمل سوفت وير معين بعد فتره بالتعلم الاقيه صار افضل اداؤه كل مره افضل عن اللي قبلها، ليش؟ لانه صار في عنده ممارسه وصار في عنده امكانيه للتعلم. الايجنت اوتونومس يعني بقدر يعني ستاند الون، بمعنى انه هو وحده متكامله. هذه الوحده ممكن تكون السلوك تبعها محدد او بتم تحديده بناء على الاكسبيرينس على الخبره اللي اخذها. يعني زي ما حكيت انا قبل شويه برضه الايجنت لازم اكون انا حريص انه هو يكون قائم بذاته، بمعنى انه قادر على التعلم بعد فتره وفتره كل ما مارس واخذ انبوتس اكثر واعطاني اكشنز اكثر وقاس نسبه ادائه مره عن مره وشاف كيف ممكن هو يحسن نسبه الاداء، بالتالي هو صار في عنده امكانيه للتعلم والتكيف. ايش يعني تعلم وتكيف؟ يعني بيتعلم من خلال مدخلات معينه وبعد هيك بيتكيف، يعني بصير عنده امكانيه انه يعرف اذا المدخل هذا اجاني انا حاعطي الاكشن هذا، وانه هذا الاكشن هو افضل اكشن ممكن انا اخده تمام. عندي برضه بعد هيك هنحكي عن البيز اللي هي البرفورمانس ميجر، انفايرمنت، اكتويترز وسنسورز. هذه عباره عن ايش يا جماعه؟ هذه عباره عن اربع محددات تمام لازم تكون موجوده في كل ايجنت، بحيث انها زي ما حكينا نبني الايجنت بناء على وجود هذه الاربع محددات اللي هي ايش؟ بيرفورمانس ميجر، نسبه الاداء او قياس الاداء، انفايرمنت البيئه المحيطه، انا ايش بهمني من البيئه؟ ايش بالضبط البيانات اللي انا يعني بيعنيني اقراها من البيئه، الاكتويترز المحركات، والسنسورز اللي هي المجسات او الحساسات. خلينا ناخذ اول حاجه نشوف هذه اختصار لايش، زي ما حكينا بيرفورمانس ميجر، انفايرمنت، واكتويترز وسنسورز. هذه الاربع محددات للعاملات طبعا احنا لازم نقوم دائما بحفظ هذه المحددات في اذهاننا مجرد ما نيجي نبدا في برمجه ايجنت او سوفت وير ايجنت معين تمام. مثلا معطيني هنا مثال، لو عندك مهمه لتصميم اوتوميتد تاكسي درايفر، تاكسي درايفر اللي هو سائق التاكسي، لو بدنا نعمله آلي، سائق آلي تمام، بدي أعمل ايجنت عبارة عن تاكسي درايفر. ايش المطلوب مني أنا عشان أعمل أربع محددات؟ ايش المطلوب فيهم هذول الأربع محددات عشان نعمل في الآخر اللي هو التاكسي درايفر انتليجنت ايجنت تمام؟ أول حاجة بحكي لنا البرفورمانس ميجر اللي هو نسبة قياس الأداء. أنا كيف حعرف إنه التاكسي درايفر تبعي هذا الآلي بيعطيني افضل نسبه اداء؟ اذا كان سيف، امن، فاست، سريع،
ليجل شرعي، ما يكونش طبعا يعني بيستخدم خلينا نقول طرق يعني ممنوعه او ما بيطبقش مثلا اشارات المرور الى اخره. comfortable trip يعني بيعطيني رحله فعلا مريحه. maximize profits تاكسي معناته احنا هذا مشروع بدنا ارباح منه، فيفترض انه نقدر انه من خلال الايجنت هذا احقق افضل نسبه ارباح. الان هذه الاشياء اللي احنا حكينا عنها بالنسبه لقياس الاداء ممكن نضيف لها، طبعا ممكن نضيف لها فيش مشاكل، حسب زي ما حكينا الزبائن ايش بدهم، حسب احنا كبيئه معينه شوارعنا كيف شكلها، اشاراتنا كيف شكلها، كل هذا الكلام بيحدد، او نوع السياره كمان على فكره، والامور هاي كلها، كل الاشياء بتحدد ايش اللي هي المحددات تبعت قياس الاداء. طيب بالنسبه للانفايرمنت، ايش البيئه المحيطه تبعتنا اللي بتاثر على عمل التاكسي درايفر؟ شايفين كيف السؤال بنساله؟ ايش في البيئه المحيطه تبعتنا؟ تمام، مثلا بيانات او مجسات او الى اخره بتحدد او بتاثر على عمل الايجنت تبعنا. احنا بنحكي عن تاكسي درايفر، اذا لازم باستمرار اكون عارف كيف الطرق، الرودز، وين الطرق لازم اكون حافظها انا كتاكسي درايفر. الترافيك اللي هي حركه المرور كيف شكلها، وين في زحمه وين فيش زحمه الى اخره. البيبل والاوبجكتس بتتحرك، لانه مش معقول اعمل تاكسي درايفر ونمشي نخبط في الناس وفي الشجر وفي الرصيف وكذا، لا لازم نكون عاملين في عين الاعتبار او مبرمجينه انه مجرد ما تشوف اي حاجه بتتحرك امامك لازم تعمل ستوب او تضغط بريك الى اخره. تمام، فطبعا في مدخلات ثانيه، ممكن يكون في مدخلات ثانيه بتاثر على الانفايرمنت او بتاثر على اداء التاكسي درايفر تبعنا. طيب بالنسبه للمحركات، احنا حكينا هيك عن البي والاي، الان حنحكي عن الاي اللي هي الاكتويترز، يعني شو هي المحركات اللي حتعطيني اكشنز، طبعا بناء على شو؟ بناء على المدخلات اللي اخذها من الانفايرمنت. طبعا كسياره اكيد فيها ستيرنج ويل اللي هو الستيرنج او الدركسيون مهم. تمام، الاكسليتر اللي هو عباره عن مقياس السرعه تبعتنا. البريكس، السيجنال، اشارات معينه، الهورن اللي هو البوق او الزمور تبع السياره الى اخره. كل هذه المحركات ضروريه جدا في التحريك او اتخاذ الاكشن معين بناء على المدخلات اللي اخذها من الانفايرمنت. طيب كيف حيعمل اكشن معين من خلال قراءه انبوت معين؟ اكيد لازم يكون في سنسور. طيب اللي هي الاس، انا وصلنا للاس. السنسورز هنا عباره عن ممكن نحط كاميرات على اطراف السياره مثلا، ممكن نحط سونار اللي هو عارفين هو الجهاز الالترا ساوند، عندنا سبيدوميتر اللي هو مقياس للسرعه، الجي بي اس برضه لتحديد وين السياره موجوده والطرق وين الترافيك اللي هي الحركه المروريه، وين في طرق فيها زحمه وين في لا الى اخره. الاودوميتر برضه اللي هو قياس الضغط والامور هذه. الانجن سنسورز اللي هي برضه الحساسات الخاصه بالموتور، لانه انا مش معقول برضه حمشي في تاكسي سياره ومش حكون يعني عيني على الموتور. تعرفين الموتور بيحمى احيانا، بصير في مشاكل، بنقص ميه بنقص زيت الى اخره. الكيبورد اللي هي برضه ممكن احنا نستعين بكيبورد، بحيث انه من خلال الكيبورد هذه لو دخل اللي هو طلع شخص في التاكسي هذا، الان بده يحكي للسائق اللي هو اصلا مش موجود، سائق آلي، بده يحكي له انا وين المكان اللي بدي اروح له، فلازم اكون موفر كيبورد عشان يكتب ببساطه ايش المكان اللي بده يروح له. ممكن كمان يحكي له لو سألوا أسئلة تانية، قديش معك وقت، مستعجل مش مستعجل إلى آخره. ممكن يكون في بعض الأسئلة اللي بتساعدنا في تحديد مسار السيارة والطرق اللي ممكن يسلكها. هذه بشكل عام أربع محددات للأداء زي ما قلنا لأي ايجنت. هذه أربع محددات لازم تكون في عين الاعتبار ماخدينها لما نيجي نعمل أي software intelligent agent. نمر على هذا المثال برضو سريعا، اللي هو الميديكال دياجنوزيس سيستم اللي هو نظام التشخيص الطبي الآلي. طبعا لو انا حابب اعمل سوفت وير ايجنت وظيفته اللي هي تشخيص طبي لمرضى،
ايش البرفورمانس ميجر؟ اول حاجه البي البرفورمانس، انه انا ايش الاداء اللي انا بدي اوصل له عشان اقول انه الايجنت هذا والله فعلا اعطاني افضل نسبه اداء. هيلثي بيشنت، انه لازم في النهايه نوصل بعد التشخيص الامور هذه انه اوصل مريض فعلا تكون صحته منيحه. مينيمايز كوستس، برضه بدنا نحاول نقلل التكاليف بالنسبه لعمليه التشخيص هذه. واللو سوتس، انه يكون طبعا اكيد خاضع لقوانين الوزارات المختلفه، منها وزاره الصحه الى اخره. طيب الانفايرمنت، البيئه المحيطه اللي ممكن تاثر على عمل هذا السيستم، طبعا اكيد البيشنت. يعني انا من وين حقرا؟ لما نقول انفايرمنت هنا يعني بايش بنفكر؟ انا من وين حاخذ انبوت؟ اكيد حاخذها من البيشنت نفسه اللي هو المريض نفسه، ممكن اخذ من الهوسبيتال من المستشفى لو كان في له ملف المريض، هذا ملف مرضي سابق، تاريخ مرضي سابق ممكن استفيد منه. ستاف، يكون في عندي طاقم طبي ممكن انا برضو استفيد منه. يعني انا كنظام تشخيص ممكن اخذ يعني اسال اسئله للمريض، ممكن بعض الاسئله ما يكونش في، يعني لو اعطاني اجابات معينه ما يكونش عندي انا طريقه لتحديد هذا او تشخيص هذا المرض، ممكن استعين بطاقم معين على اساس اني اخذ منه التشخيص الصحيح. الاكتويترز اللي هي ايش؟ المحركات، بمعنى كيف انا هعمل ميديكال دايجنوستيك سيستم باستخدام محركات معينه، يعني حاجه اليه. شو الاله اللي انا محتاجها او المحرك اللي محتاجه؟ ببساطه شديده انا محتاج فقط سكرين ديسبلاي، يعني في النهايه انا بدي بس سكرين، شاشه تظهر عليها الاسئله والفحوصات اللازمه، يعطيني كمان عليها النتائج، ممكن تاخذ مني صوره للوجه او للجلد او للعين او لشغله معينه، ممكن اعطيه الصوره يعمل لي ايمج بروسيسنج بعد هيك ويقول لي ايش التشخيص اللي هو شايفه. تمام، ففي النهايه انا بدي سكرين فقط، يعني تقريبا بدنا سكرين. لو احنا محتاجين حاجه ثانيه حسب زي ما قلنا النظام ايش محتاج، ممكن انا اضيف السنسورز اللي هي من خلال ايش؟ طيب احنا حناخد الاجابات هذه او حناخد الصور، اكيد حيكون من خلال كيبورد برضه، لان احنا طبعا ما دام في سكرين معناته اكيد في كيبورد، انا كبيشنت او كمريض حدخل اجاباتي حكتبها كتابه عن طريق الكيبورد، او حتى يعني حتى لو انا اخترتها من خلال ماوس، لو في عندي دروب داون منيو هذه برضه بعتبرها كيبورد لانها طريقه للادخال. ممكن نستخدم كاميرا مثلا، يعني ممكن اضيف كاميرا انا هنا انه انا بدي اخذ صوره من العين او صوره من الجلد زي ما قلنا، بحيث انه تساعدني في تشخيص مرض معين. هذه بشكل عام بالنسبه للاربع محددات برضه لتصميم اللي هو الميديكال ايجنت. بالمثل يا جماعه في عندكم كمان تقريبا اثنين كمان مثالين، مروا عليهم اذا في اي اسئله ان شاء الله ممكن تسألوني إياها في المحاضرة المباشرة اللي حتكون بإذن الله على نهاية الأسبوع. إحنا هيك بنكون خلصنا لعند الأربع محددات اللي حكينا عنها، إن شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل في الـ Environment Types وفي الـ Agent Types.